ساركوزي لما كان وزير داخلية زار ليبيا والتقى بالعقيد القذافي. أي صحيح. وحكى له قال له أنا أفكر في الترشح للرئاسة. نعم. ونبي موقف معايا تقف معايا. فقال له أوكي. موقف شو يعني؟ بده فلوس يعني. بده فلوس. أي. قال له أوكي. أبعت جماعتك وشو تلاقوا مع جماعتي وتفقوا عليه. فقالوا يقال أن في الأول كانوا جماعتها طالبين 50 مليون. دولار. فالصفقة تمت في حدود 20 شوية وعشرين. 20 مليون. 20 مليون يورو. جزء منها كاش أخذ لباريس كاش، وجزء تحويلات، تعرف التحويلات من إلى من إلى إلى. وكان جماعته عمولات يعني، وبعضهم فرنسيين، وعنده صديق لبناني جابت التحقيقات أيضا له علاقة بالموضوع. فكان فيه تمويل ونجح. نجح؟ نعم. ولا رئيس الجمهورية. أن هو اللي أراد التخلص منه، هو اللي أمر بقتل القذافي. أول ما قالوا له أسرناه قال لهم تقتلوا فورا حتى يخفي موضوع التمويل. بس سيف الإسلام رجع يعني تحدث باستفاضة عن الموضوع. ما ليش دعوا كل واحد عن موضوع تمويل كل واحد ومعلوماته، كل واحد ومعلوماته. لكن أنا هذه معلوماتي عن الموضوع، أن هناك تمويل صار صحيح 20 مليون، وأنه في حدود 20 مليون.